الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالا الحمد لله القائل في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بفضل سورة الإخلاص اللهم لا تكلنا إلى أحد ولا تحوجنا إلى أحد واغننا يا رب عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد فأنت الواحد الأحد إلهي
على صراطك قد يممت إقبالي، فأنت مولاي في حلي وترحالي. ربي بغيرك ما أشركت في نسكي، ولا كفرت بأقوالي وأفعالي. آمنت أنك ربي واحد أحد، عليك معقودة في العفو آمالي. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في سورة الأحزاب: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وبين أيدينا نورا. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا محمداً عبد الله ونبيه ورسوله، الصادق الأمين، إمام الأنبياء والمرسلين، الذي غفر الله له ذنبه وشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونحن في بيت المقدس نصلي عليك وعلى آلك الطاهرين المبجلين، وصحابتك الغر الميامين المحجلين، ومن تبعكم وجاهد جهادكم من العلماء العاملين إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها المعتكفون، أيها المرابطون، أيتها المرابطات، وكلنا مرابطون، يا من وفدتم إلى المسجد الأقصى المبارك من أنحاء فلسطين المباركة المقدسة، من البحر إلى النهر، يا من تخطيتم الحواجز العسكرية الظالمة، أقول إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات الفجر، إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات العشاء والتراويح، إن زحفكم إلى الأقصى المبارك لصلوات الجمع والجماعات، ليذكر المسلمين، مسلمي العالم، ليذكر مليارين من المسلمين بالأقصى المبارك الأسير، وأن هذه الزحوف المؤمنة إلى الأقصى تمثل أيضاً رداً إيمانياً عملياً ورسالة واضحة موجهة للطامعين بالأقصى وللمعتدين عليه وللمقتحمين له، بأنه لا مجال للمساومة على الأقصى ولا للتفاوض حوله ولا للتنازل عن ذرة تراب منه. وسيبقى بحمد الله الأقصى مفتوحاً وعامراً بالمسلمين المتعبدين المرابطين المعتكفين في رمضان وما بعد رمضان. فأنتم أيها المرابطون، أيتها المرابطات، المعادلة الصعبة التي لا مجال للاختراق من خلالها. وبهذه المناسبة نسأل العلماء عن الأقصى: أين أنتم من قول الحق؟ كما نسأل الحكام عن الأقصى: أين أنتم من المسؤولية الملقاة على عاتقكم؟ ونذكركم أنكم بين يدي الله موقوفون، وبأعمالكم تحاسبون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
أيها المسلمون، أيها الصائمون، يا أبناء عرض الإسراء والمعراج، هذه هي الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك، فطوبى لمن صلى الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل، فيكون المصلي قد جمع ثلاث فضائل. الجمعة لها فضيلة، والأقصى له فضيلة، والصوم له فضيلة، وعليه أقول ينبغي على كل مسلم في أرض الإسراء والمعراج أن يشد الرحال إلى الأقصى في رمضان وفي غير رمضان، وأن يتوجه قاصدا مدينة القدس، فإن منع من الوصول إلى الأقصى ظلما وعدوانا بأنه يصلي حيث يمنع، وله ثواب موازٍ لمن صلى في الأقصى، وقد سبق أن أصدرنا فتوى شرعية بذلك. أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها الأقصاويون، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هذه الآية الكريمة، فإن هذه الآية الكريمة توضح أن المسجد الحرام هو أول مكان في الأرض وضع للناس في مكة المكرمة. وروى الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. فنحن يا مسلمون، نحن لنا عمقنا الاستراتيجي عبر التاريخ العميق، فالشعب الفلسطيني هو جزء من الشعب العربي، والشعب العربي هو جزء من الأمة الإسلامية الكريمة. ثم نقول للموتور، للمعفون، للمغرور الذي يزعم أن الشعب الفلسطيني لا يعرف إلا من 100 عام فقط حسب زعمه، نقول لهذا المغرور: إن العرب في فلسطين لهم تاريخ يمتد إلى ما قبل 7500 قبل الميلاد، والذين هم الكنعانيون حتى إن التوراة ذكرت أرض كنعان عدة مرات في عدة مناسبات، للدلالة أن الكنعانيين موجودون وهم أقدم شعوب العالم في فلسطين. أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها الأقصاويون، حينما جاء الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مدينة القدس، فإنه قد تسلب مفاتيحها من صفرونيوس وطريكروم، أي أن المسلمين قد تسلموا هذه المدينة صلحاً من الروم فقط وليس من غيرهم. وأصدر سيدنا عمر رضي الله عنه وقتئذ العهد العمرية، والتي حافظ فيها على كنائس النصارى، لأن ديننا الإسلامي العظيم يحافظ على أماكن العبادة لغير المسلمين. فلو كانت كنساً لليهود وقتئذ لحافظ عليها، فلم يجد آثاراً وقتئذ
إلا الآثار المتعلقة بالمسيحيين فقط. أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها الأقصويون، فإن أهل فلسطين مجاورون في الأرض المقدسة المباركة، وأن الآثار الإسلامية الزاخرة المتعددة لا تزال قائمة وتؤكد على ذلك من العهد العمرية وحتى يومنا هذا. ثم إن مرابطتنا في أرضنا بقهوة بضرار رباني إلهي من 7 سنوات، وذلك في معجزة الإسراء والمعراج، فكان المسجد الأقصى هو المحور لهذه المعجزة. الأقصى يمثل جزءا من عقيدتنا، وأن الدفاع عنه هو دفاع عن العقيدة، وعليه فإن ارتباطنا في هذه البلاد هو ارتباط عقيدة وإيمان بقرار الله سبحانه وتعالى، وليس بقرار هيئة الأمم ولا بقرار من مجلس الأمن. مع التأكيد على أن القدس ليست لأهل فلسطين وحدهم، بل هي لجميع المسلمين في أرجاء المعمورة. والله سبحانه وتعالى يقول فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. وفي رواية: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. أيها المصلون، أيها الصائمون، أيها الأقصويون، نعود لهذا المأفون المغرور ونترفع عن ذكر اسمه والذي يزيف التاريخ، لنقول له: من كان بيته من الزجاج فلا يقبل الآخرين بالحجارة. ثم نقول له: هل وجدتم لكم آثارا في مدينة القدس خلال الحفريات الواسعة؟ أما آثارنا نحن فهي بصمات واضحة للعالم أجمع، وتنطق بوجودنا عبر السنين والأيام. والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. جاء في الحديث النبوي الشريف: سبحان الله نصف الميزان، والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض، والطهور نصف الإيمان، والصوم نصف الصبر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها المصلون، قبل البدء بهذه الخطبة الثانية، ألفت نظركم إلى إحياء ليلة القدر في 10
في هذه الأيام، وهناك أحاديث نبوية شريفة يشير إلى ليلة 27 من هذا الشهر. فهنيئاً هنيئاً لمن يستطيع أن يحيي هذه الليالي المباركة. وتفضل الله الطاعات. أيها المصلون، أتناول في هذه الخطبة أربع رسائل بإيجاز. الرسالة الأولى بشأن ما يعرف بالديانة الإبراهيمية، ونقول للشباب الذين ينادون بالديانة الإبراهيمية، نقول لهم لقد أجاب القرآن الكريم عن هذه الدعوة المشهورة منذ 15 قرناً. فيقول عز وجل في سورة آل عمران الآية 65: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. فهذه الآية الكريمة توضح أن نزول التوراة والإنجيل طبيعة الحال كانت بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام، فلا علاقة لأهل الكتاب بسيدنا إبراهيم. ثم تأتي الآية الكريمة الأخرى بحسب الموضوع بقوله سبحانه وتعالى في الآية 67 من السورة نفسها: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وعليه فإننا نحذر المسلمين من التعامل مع دعاة هذه الفكرة الهدامة الدخيلة التي تستهدف الإسلام كما تستهدف المسجد الأقصى المبارك. ونحن لا نعترف بديانة اسمها الديانة الإبراهيمية. وعليه أختم بقول سبحانه وتعالى في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. أيها المصلون، الرسالة الثانية بشأن مدرسة اليتيم العربي الصناعية، مدرسة اليتيم العربي الصناعية والتي تقع في حي بيت حنينة بالقدس، فهناك محاولات لتصفيتها أي تصفية هذه المدرسة وبالتالي لإغلاقها، مما اضطر المعلمون في هذه المدرسة ليرفعوا مناشدة إلى الديوان الملكي مطالبين بضرورة العمل على الحفاظ على المدرسة الصناعية وعدم إغلاقها، وبضرورة وقف الأرض التابعة للمدرسة والتي تبلغ مساحتها 42 دونما، وذلك للحفاظ عليها أيضاً ولمنع تسريبها. هذا وأن معلمي المدرسة حريصون على مدرستهم كما أنهم حريصون على الأرض التابعة للمدرسة بوقفها والحفاظ عليها، آملين من هذه المتابعات أن تؤتي ثمارها، والله مع العاملين. أيها المصلون، الرسالة الثالثة بشأن إضراب المعلمين التابعين للسلطة الفلسطينية في رام الله. وللمرة الثانية نقول: لقد طال الإضراب دون نية لحل الإشكال القائم، والذي يبدو أن الهدف هو كسر إرادة المعلم وهدر كرامته. وأتساءل: ألا يوجد بشاح رجال رشداء ليتدخلوا ولينهوا هذا الإشكال الذي طال أمده؟ لذا ومن على منبر المسجد الأقصى المبارك نطالب للمرة الثانية إنصاف المعلمين
وتلبية مطالبهم وحفظ كرامتهم وعدم معاقبتهم، ثم نطالب المحافظة على العملية التعليمية التربوية لإنقاذ الأجيال الصاعدة الذين هم الضحية الأخرى أيضاً. ونحن منتظرون أيها المصلون الرسالة الرابعة والأخيرة، المسجد الأقصى المبارك الذي تمت استباحته عدة مرات بطريقة وحشية خلال الأيام الماضية، كما أصبح الأقصى سكنة عسكرية للدلالة على أن الذين استباحوا الأقصى ليس مقدسا لديهم، فلو كان مقدسا لديهم لما استباحوه ولما أصبح سكنة عسكرية. هذا ولا يوجد مكان عبادة في العالم قد مر بالأوضاع الصعبة الشاذة كالتي مرت على الأقصى المبارك. وعليه فإننا نؤكد للمرة تلو الأخرى بأن المسجد الأقصى المبارك هو مسجد خالص للمسلمين وحدهم، وأنه غير قابل للانكسار، وأنه غير خاضع للتفاوض ولا للتنازل عن ذرة تراب منه. وليعلم القاضي والداني أن هذا هو موقف المسلمين، وليعلم القاصي والداني أن هذا هو موقف المسلمين الإيماني الاستراتيجي الثابت، وذلك بقرار إلهي رباني من سبع سماوات. وتحية احترام واقتدار للحراس المخلصين الذين يؤدون واجبهم تجاه المسجد الأقصى المبارك، وتحية احترام وتقدير للمرابطين والمرابطات وللمعتكفين والمعتكفات والذين لاقوا العنة والشدة، فنسأل الله عز وجل المثوبة لهم والثبات، كما قال رسولنا الكريم الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم إلى آل ياسر، ماذا قال؟ اصبروا آل ياسر فإن لكم الجنة. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نقول هناك الله يا أقصى. قولوا آمين. Hi.
استقيموا للصلاة يرحمنا ويرحمكم الله، استقيموا واعتدلوا أثابنا وأثابكم الله، سووا الصفوف وسدوا الفرج، إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح وأدبار السجود واستمع
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والصلاة على من أحضر الأموات المسلمين وهو رجل والصلاة يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله
قصرا للمسافرين إن شاء الله. استووا. الله أكبر. الله أكبر. Thank you.
والله ما يقدر